انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشرب، انا ما بعملش حاجه، انا بشرب. هو انا كل ما اقول لك يلا تطلع لي 100 حجه. افضحيني بقى، افضحيني مش كده بالراحه شويه. طب يلا يلا. ايه يلا؟ عشان مستعجله. ما هو الهواجه دي هتخليني ما اعرفش اعمل حاجه خالص انا. طب يلا. حاضر يلا بقى. حاضر حاضر، هتصرف. حاضر يلا. حاضر. ايه انت رشه رنجه ولا ايه؟ دي ملوحه. طب يلا بقى. في اي لاف يو جوه برضو. انا عايزك لما تروح تحكي على كل اللي شفته هنا، عايزك تجرسها عشان هي كدابه وقالت ان هي واخداك عشان تفسحك وسايباك وبتتفسح هي. بقول لك ايه، تحب اوريها لك جوه وهي متلبسه؟ تعال تعال قوم يلا بينا. هوبا. بص بص، معلش انا هستخدم صباعك عشان انت صباعك رفيع، لو وقعت لي المنديل ده هبصصك. بص يا عم بتعيط ليه وانا حاطط لك في خلاط؟ دي للكلب عمره ما يتعدل. هو في ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ماشي يا جعفر. انت لسه هتبوس؟ بلاش احباط بقى، يلا من هنا. يلا قوم البسي هدومك وخد ابن اختك وخوري يلا. يعني انت تفتكر خالك هيعرفك بعد ما طردك من 15 سنه؟ طبعا هيعرفني، وبعدين ما طردنيش، انا اللي مشيت بمزاجي. خالي حبيبي. خالك مين يا حيوان؟ مش عم عبد المحلاوي برضو؟ مش فاخر يا ابني، وانا عادي دفتر ده مش عارف هو مين اصلا. هيعرفك انت. يلا يا ابني مش فاضيين. استنى بس يا حوضه، طول عمره كده بياخد وقت عقبال ما يسخن. هو تستر وقت ايه اللي هياخده؟ ورانا شغل يا جعفر. بص فيها كويس. مش شايف يا ابني العتب على النظر. انت فين؟ ما تحرجنيش قدام صاحبي بقى يا خال، خلي عندك دم. الواد التخين اللي واقف زي العجل ده، يعني فتحت دلوقتي وبقيت زي القرد؟ انا بتكلم على اللي وراك. بس يا حوده، الراجل الذاكره بدات ترجع له. انا جعفر ابن اختك زنوبه اللي جيت من البلد وطردتني. اه اقصد لما مشيت بمزاجي. في حاجه يا بابا؟ عايزين حاجه اساتذه؟ بابا انت بدريه ولا عائشه ولا رشا ولا علا ولا هانا ولا حاله؟ انا عائشه. انت مين؟ انا جعفر ابن عمتك زنوبه. ازيك يا جعفر؟ ازيك يا عائشه؟ اخس عليك، ده احنا قلنا انك هجرت ولا لا قدر الله يكون جرى لك حاجه. عمر الشقي بقى يا عائشه، اقدم لك صديق عمر حوده. ازيك يا عائشه؟ ازيك يا حوده. وانت بقى بتشتغلي ولا بتدرسي؟ انا كمبيوتر بروجرامر. وانت؟ لا انا كويس الحمد لله. بقول لك ايه يا عائشه، عايزك في الموضوع كده. تحت امرك. واخد البنت ورايح فين يا حيوان؟ رايحين نركب عجل. خدني وراك. الصندوق ده فيه ورق مهم عايزك تشيليه امانه عندك. اوعى حد يشوفه يا عائشه. من عليا. سلام يا عم عبدو. عبدو مين؟ في واحد بتباش اسمه عبد الناصر قام بالثوره امبارح. امبارح؟ طب خش نام انت وانا هصحيك على العبور ان شاء الله. كتك نكسه. احلى حاجه في الدنيا انك تقعد تضرب مخدرات لحد ما يتقبض عليك. يا ساتر يا رب. ليه يعني؟ عشان انسى نسيم باشا. تصور بقى جعفر، انا معجب بالراجل ده. طبعا طبعا. ايه انت فاهم حاجه؟ شوف كان ايه وبقى ايه. من بلطجي بيجري لو شاف امين شرطه لبرنس، الكل بيضرب له تعظيم سلام. هو ده الشغل اللي بحقه حقيقي، مش احنا مالنا؟ ما احنا الحمد لله زي الفل، هو معانا نص كيلو بانجو. ركز بقى يا جعفر، خلي عندك طموح. احنا شغلنا لازم يبقى اكبر من كده بكتير. احنا لازم نبقى بشوات. رايك نشتري جواكت جلد؟ انا هقدم على هجرة عشان استريح منك يا جعفر. انزل هات لي حته لحمه عشان نجر الرجل فيكي على تحت. فيكي؟ ما تسرحش بخيالك قوي كده، انزل وانت ساكت. يلا يلا سيب العشا ده. يلا
النهاردة عيد ميلاد فيكي ومش عارف أجيب لها إيه. كل سنة وهي طيبة. الله لذيذة خالص. ده دلوقتي بس، ما تعرفيش أول ما الليل اللي ليل علينا بعيد عنك بتبقى نار وقايدة في جتتها. ليه خير؟ فيكي يا هاني نوع نادر جدا، جبتها معايا من اسكتلندا وللأسف كبرت ومحتاجة زي أي ست حلوة وشيك وطويلة ما بتبقى محتاجة. فاهمة وحاسة بيها. للأسف قلبت البلد كلها على ذكر مش لاقي. نعم من النوع ده يعني، ما تتحمقش قوي كده. فيا ريت يا هاني لو تعرفي أي حد من أصحابك أكون شاكر جدا. هو فعلا في أزمة في الدكورة اليومين دول. الله، ما حضرتك اتحمقت قوي من شوية ليه؟ ما علينا، المهم حضرتك أدي الشهادة بتاعت فيكي وأدي صورة لفيكي. أنا عندي استعداد أدفع لغاية 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ حضرتك مالكش دعوة، أنا بتكلم مع الهانم. أصل أنت يا هانم ما تعرفيش هي عزيزة عليا قد إيه وصعبانة عليا قد إيه. مش لوحدها يا حضرة. لا أنت صعبانة عليا من ساعة ما دخلت أصلا. يلا المهم حضرتك أدي الكارت بتاعي وده رقم الموبايل، ودول يا هانم 1,000 جنيه عربون. لو لقيتي أي ذكر من نوع فيكي أرجوك تتصلي بيا، ولو ما لقيتيش برضو اتصلي بيا. ما تقلقش حضرتك. ميرسي جدا. سوري. يلا يا فيكي يلا. لبست وشرفت. حضرتك نظف مالكش دعوة. بس بقولك ايه، هو الراجل ده جوز حضرتك ولا بيشتغل هنا؟ للأسف. للأسف ايه، بيشتغل هنا؟ لا جوزي بينظف بس. ما طلعتيش لوحدك يا فيكي. مش عايز تبيعه؟ الجاكيت ولا الكلب؟ الكلب. مش ممكن. ايه، انا قلت حاجه غلط؟ حضرتك عندك ولاد؟ ها؟ عندك ولاد؟ عندي 4. تبيع كلب منهم؟ اقصد تبيع واحد منهم؟ اكيد لا. يبقى حضرتك عرفت الاجابه. استحاله ابيع ريكو يا استاذ. مش ممكن ابيعه. لا 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 لا. طب تعالى بس، تعالى تعال. وعلشان خاطر ال 30,000 يبقوا كام؟ 29,999. نزلت لك جنيه. دمك شربات. بتكلم ده 25,000. وعلشان خاطر 8 مرة 22,000. 20,000 20 20. قول له حاجة يا ريت. اجمد يا ريتو، ما تعملش زيي. 15,000. تعالى معايا. لا كده ريكو هيضيع مني. ما تخافش هتاخد فلوسك، هات 10,000 من عندك. مبروك عليك. قلبي معاك يا ريكو. بسرعه بسرعه كلم الراجل ده، فيه 20,000 مكسب بسرعه. ايوه الكارت بتاعه اهو. يلا هذا الرقم غير موجود بالخدمه، من فضلك ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. تي تي تي, تي.